هي الأوزان رايحة لفين؟ الحقيقة مصيبة شديدة جدا. بشوف أطفال، بشوف شباب لسه في بداية حياته في الإعدادي والثانوي، أوزان صعبة جدا، كرش طالع، حاجات متدلية، أرداف. الشباب طالع لفين؟ احنا دلوقتي تجاوزنا فكرة إن الأعمار عالية، دلوقتي بقى في شباب، بقى في أطفال، المنظر بقى يخض. يا ترى الأوزان رايحة لفين؟ الأوزان دي تستدعي إن في مسؤولية للأب والأم، خاصة للأطفال الصغيرين. بتلاحظ بتروح اماكن فيها فاست فود كتير، فرايد تشيكن وفراخ مقليه والكلام ده كله، بطاطس والحاجات اللي هي الجميله دي، النسبه الاغلب هم امهات وجايبين ابنائهم. طب هل انتم علمتوهم حاجه؟ هل انتم بتراعوا؟ هل انتم بتنظروا الى هذه الاوزان؟ اكيد طبعا انتم بتسمعوا تعليقات وزنك وابنك كبر، بس هل انت بتعملي اكشن؟ هل انت كأب بتعمل اكشن علشان تسيطر على هذا الوزن؟ طيب لو انت بتسمعني وانت في الاعدادي او في الثانوي ووزنك زايد، من فضلك خلي بالك من وزنك. الوزن لما كل ما بيزيد بيأثر على قدراتك العقلية. تلاقي حتى الناس اللي هي نشيطة تلاقي دايما عندهم حركة، جسمهم قوي. دايما تلاحظ هنا ان العقل السليم فعلا اللي قال في الجسم السليم. خلي بالكم من وزنكم، خلي بالكم من الاكل، الفاست فود كله زيت وسمنة، كله جبن. البيتزا دلوقتي بقت بتيجي كلها سمنة، وانت اصلا مش عارف ايه اللي جوه، بس عمال تاكل يعني جبن 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 جبن، وطبعا كلها جبن بروسيس او كلها جبن معالجه، فكلها فيها دهون ثلاثيه، كلها فيها امراض. وبقينا بنشوف شباب في بدايه الثلاثينات بيجيله امراض قلب وحاجات على الكلى، دهون على الكلى ودهون على الكبد. كل الحاجات دي ارجوكم خلي بالكم من نفسكم وخلي بالكم من وزنكم. في ناس تقول لك اصل احنا معناش الفلوس عشان نجيب الاكل. أنا لا، الكلام بسيط خالص، على الاقل نلعب رياضه بسيطه في البيت، مش هقول لك روح الجيم يعني ب 5000 جنيه. ثانيا ان انت تجيب اكل بسيط، المقلي يبقى مره واحده في الاسبوع، نبطل السمن، نبطل الامور اللي فيها سكر كتير. مع الوقت هتلاقي نفسك خسيت. خلي بالكم من اوزانكم، اوزاننا رايحه لفين.